بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في المحاضرة الرابعة عن دالة السم اف. احنا المرة اللي فاتت خدنا السم اف، لكن المرة دي هناخد السم افز اللي هي بتاخد اكتر من ايه، من شرط. دالة السم افز يا جماعة عبارة عن دالة بتاخد اكتر من شرط فين، في عشان تجيب لك مجموع لحاجة معينة. بمعنى صح، هنا اللي انا بصيت ليها كده هلاقي ان هي بتاخد كريتيريا رينج 1 وكريتيريا 1 وكريتيريا رينج 2 وكريتيريا 2 وكريتيريا رينج 3 وكريتيريا 3. بمعنى صح ان هي بتاخد اكتر من شرط علشان تطبقهم في الاخر تطلع لك ايه، زي ما تقول مجموع من وسط الشروط دي كلها. طبعا هي شكلها ده مش معقده، لكن هي انت لو فهمتها هتعرف تعمل بيها شغل حلو جدا جدا. خلينا واحده واحده عشان نقدر نفهم الداله دي. هنتخيل المثال دوت. هنتخيل ان انا عندي كشف في مندوب المبيعات والمنتجات اللي هم باعوها وعدد المنتجات اللي هم باعوها، ولكن في الكشف دوت انا عندي اكتر من اسم وعندي اكتر من منتج. تمام كده، فالحاله كده معناها اصبحت معقده. فانا عاوز اجيب الاسم والمنتجات اللي باعها الاسم دوت. تمام كده، لكل اسم. يعني مثلا لو عندي مثلا 3 اسماء او 4 اسماء وعندي مثلا 3 منتجات او 4 منتجات، فانا عاوز اشوف الراجل اللي هو الاسم دوت. تمام كده، باع من المنتجات دي كام. يعني هو شغال في نفس المكان وبيبيع اكتر من منتج، فانا عاوز اشوفه باع من كل منتج قد ايه، بحيث ان انا ممكن احسب له عموله، بحيث ان انا اشوف اداؤه، بحيث ان انا اشوف الدنيا معاه ماشيه ازاي. طيب تعالى نخش جوه الاكسل عشان نفهم الداله دي ماشيه ازاي. لو انا جيت هنا في الاكسل وكتبت كشف باسماء مندوب المبيعات ومبيعاتهم، طبعا انا كتبت عشان اوفر في الوقت يا جماعه، عشان ما نكتبش ونضيع وقت كتير عشان وقت التسجيل. فانا كتبت كشف باسماء مندوب المبيعات ومبيعاتهم. تمام كده، في الاسم عندي الاسم اهو، وفي المنتج وفي العدد. طيب الاسم كان عندي احمد وخالد ومصطفى، هم 3 مندوبين مبيعات، والتلاته بيبيعوا تلفزيونات وبيبيعوا موبايلات وبيبيعوا لابتوبات والكلام دوت، وكل واحد فيهم عمل اداء في المبيعات. يعني احمد مثلا باع من التلفزيون 3، وفي نفس الوقت احمد باع من التلفزيون برضو 1 كمان، وفي نفس الوقت عند احمد باع تلفزيون 9. تمام كده، وهتلاقي مثلا خالد مثلا باع من الموبايلات 5، ومصطفى باع من اللابتوبات 8، وخالد برضو جه باع من اللابتوبات. يعني خالد كان بايع موبايل اهو، وخالد ده باع من اللابتوبات مثلا 11، وهتلاقي مصطفى باع من التلفزيون كام، 4، وهكذا. المهم كل واحد فيهم، كل مندوب مبيعات باع انواع مختلفة من المنتجات. فانا عاوز اعمل احصائية تديني فيها الاسم بتاع مندوب المبيعات وباع كام قطعة من كل ايه، من كل منتج. نعملها ازاي؟ هنستخدم الدالة افز سام افز عشان نعمل الكلام ده كله. طبعا هجيب احط المؤشر بتاعي في الخلية الفاضية ديت، وتعالى نوسع الخلايا شويه عشان يبقى عندي مدى عشان الكتابه. تمام، وهكتب اول حاجه يساوي، وهكتب كلمه sum بالانجليزي sum f's. sum f's. تمام كده، وبعدين هحدد اول نطاق احدده هو نطاق السام رينج. هو حتى شوف كاتب لك اهو، حدد لي نطاق السام رينج. السام رينج اللي هو النطاق اللي انت هتجيب منه الاعداد اللي انت عاوز تجمعها. فهو النطاق اللي انا هحدده اللي هو نطاق ايه، العدد، السام رينج اللي هو ده. تمام، واحط فاصله منقوطه. طيب الرينج الاولاني انت عاوز تشتغل عليه مين؟ هو رينج الاسماء اللي هو مدى الاسماء. طيب هناخد مدى الاسماء، انت هتدور في مدى الاسماء ده عن مين؟ هندور فيه فاصله منقوطه، هندور فيه عن خالد. تمام كده، يبقى بقول له روح على خالد، على الرينج دوت، ودور لي على مندوب المبيعات اللي اسمه خالد. طب وبعدين، وشوف لي المنتجات اللي هو باعها. طبعا المنتجات دي فين نطاق؟ في النطاق ده بتاع المنتجات. يبقى كده حددت نطاق المنتجات. طيب وهو باع انهي منتج؟ تلفزيون. انا هدور عليه في نطاق المنتجات، واقفل القوس واضغط انتر. هتبص تلاقي بيقول لك ان خالد باع من التلفزيون 2. بص كده على خالد، هنا هتلاقي خالد اهو تلفزيون 2، وخالد هنا موبايل، وخالد هنا موبايل. يعني خالد ما باعش غير ايه، 2 تلفزيون بس فعلا. تمام كده، طيب تعال نشوف خالد باع كام موبايل. هنحط المؤشر وهنكتب يساوي، واكتب الداله سم افس، سم افس دي، وهاخد نطاق السم رينج بتاعي اللي هو النطاق اللي انا هجمع من خلاله، وفاصله منقوطه هاخد نطاق الاسماء وفصلة منقوطة، وبعد كده هاخد الاسم اللي انا هدور عليه في نطاق الاسماء فصلة منقوطة، وبعد كده هاخد نطاق المنتجات وفصلة منقوطة، وهاخد اسم المنتج اللي انا هدور عليه في نطاق المنتجات، وبعد كده هضغط في القوس بتاعي واضغط انتر. هتلاقي ان خالد بيقول لك باع 17. طب تعالى نتأكد من كده. هنبص على خالد. انت ممكن تعمل طبعا حركة جميلة، ان انت تيجي مثلا على الاسماء هنا والكلام دوت، وتعمل حاجة اسمها
الفرز والتصفية ممكن تيجي من كده هوت، وتختار بس انا عاوز منهم ايه خالد، عشان تسهل نفسك يعني. هتبص تلاقي خالد، احنا كنا بندور على الموبايل، خالد باع 5 موبايل اهو وباع 12 موبايل، كده بقى كام؟ 17. هنلغي التصفية، تمام كده، يبقى فعلا زي ما هو جاب، فعلا هتلاقي لأ ان هو فعلا باع 17 ايه 17 موبايل. طب تعال نحط المؤشر بتاعنا هنا ونقول له يساوي والصم افس مرة تانية، وعاوزين نشوف برضو خالد باع كام لابتوب. هنحدد النطاق بتاع سوري، هنحدد نطاق الخلايا اللي هو اللي احنا عاوزين نجمع منه، وفصلة منقوطة، وبعد كده نحدد نطاق الأسماء وفصلة منقوطة، وبعد كده نحدد الاسم اللي هو خالد وفصل منقوطة، ونحدد المنتجات، نطاق المنتجات او مدى المنتجات وفصل منقوطة، واللابي واللابتوب، وبعد كده نقفل القوس ونضغط انتر. هيقول لي ان هو خالد باع 11 لابتوب. ولو عاوز انت تتأكد برضو، انت ممكن تعمل عملية الفرز على الاسم والمنتج. تعالى نعملها عشان نشوف هو فعلا كان ده صح ولا لا. هنيجي هنا في الفرز، نختار فرز وتصفية، وهنا هنختار خالد ونقول له موافق، وهنا في المنتجات هنختار لابتوب نقول له موافق. هتبص تلاقي فعلا خالد ما باعش غير ايه، غير كام؟ غير 11 موبايل بتاع ده لابتوب، والكلام اللي جابته دالة الصم اف يعتبر ايه مظبوط. تعالى نشيل الفرز والتصفية، هتلاقي فعلا ان فعلا خالد باع 11 لابتوب. تعالوا يا جماعة كده نجرب كده تاني، نشوف احمد عمل ايه في التلفزيونات والموبايلات واللابتوبات، ونشوف مصطفى برضو عمل ايه في التلفزيونات واللابتوبات، وبعد كده ننسق الشيب بتاعنا. تعال نشوف يساوي سام افس، سام افس سوري التلفزيونات يساوي سام افس، تمام. وبعدين هاخد اللي هو نطاق التجميع وفصل منقوطة، نطاق الاسامي وفصلة منقوطة، الاسم اللي انا عايز ادور عليه فصلة منقوطة، نطاق المنتجات وفصلة منقوطة، واسم المنتج، واقفل القوس واضغط انتر. هيقول لي ان احمد باع 13 تلفزيون. تعال نشوف باع كام موبايل، هيساوي سام افس، سام افس، وافتح قوس واختار السام رينج وفصلة منقوطة، وبعد كده اختار الرينج بتاع الاسامي فصلة منقوطة، الاسم اللي هو احمد فصل منقوطة، وبعد كده رينج المنتجات وفصل منقوطة، وبعد كده المنتج بتاعنا، واقفل القوس. هيقول ان هو باع 10 موبايلات. هنيجي هنا في اللابتوبات يساوي سم افس، وبعد كده نطاق الجمع اللي هو ده فصل منقوطة، وبعد كده هنختار نطاق الاسامي فصل منقوطة، الاسم احمد فصل منقوطة، نطاق المنتجات فصل منقوطة، وبعد كده المنتج اللي هو باعه اللي هو اللابتوب، واقفل القوس واضغط انتر. هيقول لي ان احمد باع 0 لابتوب. هنشوف كده، تعال نشوف تعال فعلا نشوف هنا الاسامي والمنتجات، ونعمل لهم فرز وتصفية عشان نتأكد بس الكلام ده صح ولا لا، عشان ما نكونش غلطانين. وهنجيب الاسم يكون احمد، تمام، وهنجيب فعلا هو ما باعش غير تلفزيونات وايه موبايلات، يبقى الكلام ده مظبوط فعلا. نحوش الفرز والتصفية، تمام كده بقى احمد ما باعش اي لابتوبات. هنشوف مصطفى ونحط المشروع بتاعنا، نقول له سم افس وافتح قوس، بعد كده النطاق بتاع التجميع فصلة منقوطة، بعد كده نطاق الاسامي فصلة منقوطة، الاسم اللي هو مصطفى فصلة منقوطة، وبعد كده نطاق المنتجات فصلة منقوطة، وبعد كده التلفزيون، ونقفل القوس ونضغط انتر. هيقول ان مصطفى باع بس اربع تلفزيونات. تعال نبص كده هنا، ادي مصطفى هنا واحدة وادي واحدة هنا، اه باع فعلا 4 ومبعش بعد كده حاجة تانية غير كده. تعال برضو نشوف الموبايلات، هيساوي وصام افس وافتح قوس، وبعد كده المدى بتاعت الارقام اللي هو السام رينج، واحط فصلة منقوطة، وبعد كده مدى الاسامي وفصلة منقوطة، وبعد كده اسم مصطفى فصلة منقوطة، وبعد كده مدى المنتجات وفصلة منقوطة، وبعد كده المنتج بتاعي اللي هو الموبايل، واقفل القوس واضغط انتر. هيقول لي ان مصطفى باع 7 موبايلات. طبعا انا خلاص كده اعتمدت
مفيش مشكلة في أي حاجة. هنقول له ساوي سم إفس، وأروح أعمل القوس بتاعي وأبتدي أجمع. ده نطاق التجميع، فصل منقوطة، نطاق الأسامي فصل منقوطة، واسم الشخص فصل منقوطة، وبعد كده نطاق المنتجات فصل منقوطة، وبعد كده هنجيب اسم المنتج اللي هو دوت لابتوب، واقفل القوس واضغط انتر، ويقول لي مصطفى باع 14. كده كده عملنا احصائيه يا جماعه باسماء مندوب المبيعات وبالاصناف بتاعتهم اللي باعوها مندوبي المبيعات ديت، الكميات اللي باعوها. يعني مثلا خالد كده انا عرفت ان خالد باع 2 تلفزيون، باع 17 موبايل، باع 11 لابتوب. عرفت ان احمد باع 13 تلفزيون وباع 10 موبايلات ومباعش لابات خالص، ومصطفى باع 4 تلفزيون وباع 7 موبايل وباع 14 لابتوب. وعرفت كده الاحصائيه بتاعت المنتجات بتاع كل مندوب مبيعات. ممكن بقى ابتدي احسب اذا كان ليهم مكافآت، او احسب مثلا الاسعار بتاع الحاجات اللي هم باعوها، وابتدي اعمل ميزانيه على اساس كده. بكده نكون خلصنا ادله السم اف، واتمنى تكونوا فهمتوها واستفدتوا منها. هيبقى موضوع التنسيق. انت التنسيق بيبقى شيء عادي جدا جدا، بتحدد انت مثلا الخليه بتاعتك وابتدي تعمل دمج وتوسيط بسرعه، دمج وتوسيط، وبعد كده تحدد نقطة الخلية ديت، وتيجي تعمل الحدود، وبعد كده تعمل التوسيط، تمام، تكبر الخط على 14. انتظر شوية، او كبير او كده 14، اضغط انتر، تمام كده. وبعد كده احط الخلفيات، ناخد خلفية بسيطة زي كده، خلفية تانية بسيطة زي دي، وخلفية مثلا الأسماء، خلفية المنتجات، بهذا الشكل، خلفية للعدد، بهذا الشكل. هنا برضه هنحط ديت مثلا بشكل معين، ولكن ناخد الشكل ده، نكبر الخط، نكبر شو كمان القصة دي عشان يبان الكلام. طيب هناخد ديت، دي نسخ خلفية، نكبر الخط، نخليها بولد، وسطا نحدد دول، نعمل لهم الحدود وسطهم بهذا الشكل. عاوز تحط خلفية هنا برضو ممكن تحطها، ولكم الشكل ده. وانت عايز تحط هنا خلفية ممكن تحطها وليكن بالشكل ايه، الشكل ده. تعالى نخلي دي بولت، تمام. ممكن نكبر الخط بتاعنا بهذا الشكل. كده نكون احنا خلصنا دالة الصم افز، وان شاء الله نلتقي في دالة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.